بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نتابع تاملاتنا في انجيل متى اصحاح 12. وصلنا لغايه عدد 17 لما بيقول لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل: هو ذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. أفكركم في إصحاح 12 كان عندنا حادثتين مرتبطين بيوم السبت. الأول لما كانوا التلاميذ ماشيين يفركوا السنابل والفريسيين اعترضوا، وربنا يسوع له المجد دافع عنهم ودانا مثل من حياة داود النبي، ودانا مثل تاني من نظام العبادة اليهودي، إزاي الكهنة يوم السبت يشتغلوا أكثر من أي يوم في العبادة. والحادثة التانية كانت بتاعت الراجل اللي إيده يابسة، وإزاي ربنا يسوع طلعه قدام عينيهم في المجمع وشفاه، وفي نظرهم كان كاسر للسبت، ومن ساعتها تشاوروا عليه ليهلكوه. ربنا يسوع له المجد سابهم يتشاوروا، وبقى يلف في البلاد ويشفي كل اللي عاوز يخف. بسبب كلمة تبعه جموع كثيرة فشفاهم جميعا، هنا بقى يتقال لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل. معلمنا متى بالذات اهتم بأن كل مرحلة في حياة ربنا يسوع له المجد يذكر لها الشاهد من الأنبياء. هو نفسه بيشهد حياة المسيح متى الرسول، لكن كمان عاوز كل حدث زي الميلاد، زي الغطاس، زي التجربة، زي التعليم والشفاء، كل ده بيجيب الشاهد من الأنبياء عشان يعرفوا ان المسيح اللي بيقدمه هو مسيح النبوات، هو يهوى امس واليوم والى الابد. تعبير لكي يتم ما قيل باشعياء، تعبير دقيق من معلمنا متى، يحكي لنا يعني ايه وحي. فكره الوحي دي معناها ايه؟ هل اشعياء تكلم من نفسه؟ ما تكلمش من نفسه، تكلم اناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. فهنا من دقة تعبير معلمنا متى قال لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي، مش ما قالوا أشعياء، وإن كان ممكن يقول ما قالوا أشعياء لأن أشعياء هو اللي تنبأ، لكن هنا تعبير في دقة ما قيل بأشعياء، يعني الروح القدس على فم أشعياء سبق وقال كيت وكيت. يبان هنا فكرة أنه ده عمل مشترك بين روح الله وبين النبي في العهد القديم عشان تطلع النبوة، لأنه لم يتنبأ أحد نبوة من مشيئته، لكن تكلم أناس الله القديسون منسوقين من الروح القدس. وعشان كده الكتاب عندنا معصوم من الخطأ، أما النبي نفسه فغير معصوم من الخطأ. يعني قد يكون الكاتب نفسه في حياته ضعفات وفي أخطاء كثيرة في حياة الأنبياء في العهد القديم، لكن ساعة ما يكتب الوحي وتاخده الكنيسة تقننه لنا كتاب مقدس، الكتاب هنا معصوم من الخطأ، بمعنى أن ده رسالة ربنا لينا. الروح القدس هو العاصم الرسالة دي من أن يدخلها أي خلل أو أي تشويش، لكن الشخص نفسه ما عندناش حد معصوم من الخطأ إلا ربنا يسوع له المجد. لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل. أشعياء كأنه سبق الأيام وشاف ربنا يسوع له المجد بيلف من بلد لبلد، يوعظ، يعلم، يشفي الناس كلها، الناس كلها فرحانة من بلد لبلد تجد كل طلباتها، فالسماء فرحانة بربنا. فكأنه صوت من السماء بيقول: هو ذا فتاي الذي اخترته. فتاي يعني ابني، يبقى ده الآب السماوي بيتكلم، فأشعياء بينطق بما يقول الآب بروح النبوة. حبيبي الذي سرت به نفسي، طبعا ما فيش أوضح من التعبير ده، لا
لأنه قيل قبل كده هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، هو ابني وهو حبيبي وهو مسرة نفسي وهو المختار. والمختار دي أحد ألقاب المسيح له المجد، فتاي الذي اخترته، لأن دي ما تنطبقش على أي شخص آخر. أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق. أضع روحي عليه، ماشي برضه في سفر أشعياء لما يقول روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، وسبق ذكرها قبل كده برضه من سفر أشعياء. الروح القدس جوه ربنا يسوع له المجد من البداية، والمسيح غير منفصل عن روح، الروح القدس روح المسيح. لكن الروح القدس نزل على المسيح يوم الغطاس عشان يعلن عن ظهوره الإلهي ويعلن عن هذا المسيح، لأنه كلمة مسيح يعني ممسوح من الروح القدس. وقال القديس كيرلس الكبير بطريقة دقيقة، قال حلول الروح القدس على المسيح يوم الثيوفانية اللي هو يوم الظهور الإلهي هو حلول الروح علينا نحن فيه. يعني المسيح له المجد، هل كان يحتاج أن يمتلئ من الروح القدس؟ لا يحتاج. إنما مين اللي محتاج؟ إحنا كبشر منفصلين عن روح الله بسبب الخطايا اللي فينا. فعشان ربنا يسوع يفتح الباب إنه بعد كده ينسكب فينا الروح القدس في يوم 50 وتتولد كنيسة العهد الجديد ونعيش حياة روحية جديدة، ربنا يسوع سمح إن الروح القدس ينسكب يحل عليه يوم الغطاس. فهنا أضع روحي عليه، دي بانت يوم تعمد المسيح، لكن هو فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، هو روحه لم يفارقه أبدا. فيخبر الأمم بالحق. أشعياء النبي من أكثر الأنبياء اللي ذكر كلمة أمم، وكلمة أمم بالنسبة لودان اليهودي كلمة مش مريحة، لأن اليهود متعصبين فعارفين معتبرين أن ربنا بتاعهم. كل شوية أشعياء يقول الأمم، هم مش عاوزين الأمم يدخلوا في الموضوع، إنما النبوة كانت صريحة أن المسيح ده جاي للأمم مش لليهود بس، للكل. ويخبر الأمم بالحق، إذن الأمم يعني الوثنيين يعني الناس اللي برا اليهود، هم كمان هتتعرض عليهم الحقيقة وهيصدقوا الحقيقة ويدخلوا الإيمان ويبقوا تبع شعب ربنا بالرغم من تعصب اليهود. وإن كان هنا ربنا يسوع ما زال بيلف في بلاد اليهود، لكن تلاحظوا أنه مرفوض من قادة اليهود، فبيروح القرى والحتة البسيطة ويعمل المعجزات ويشفي ويعلم، لكن دي بداية خروج الإيمان للأمم والبشارة لكل العالم. لا يخاصم، لا يخاصم دقيقة قوي في موقعها هنا، لأن الحادثتين اللي فاتوا مفروض يحصل خصام بين المسيح وبين رؤساء اليهود. مرة عمل معجزة اليد اليابسة زعلوا منه وعملوها مشكلة، ولما التلاميذ فرقوا السنابل وكالوا برضه عملوها مشكلة. إنما ربنا يسوع ما بيخصمش، ما بيزعلش، هم يتضايقوا هم يتأمروا، إنما ربنا يسوع له المجد ما بيزعلش من حد. ولا يصيح، ما بينفعلش انفعالاتنا اللي فيها الغضب والعصبية، ما بيتنرفزش يعني لكرامته. لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، يعني ما عندوش الحس العالي النابع عن انفعالات كده فيها غلط. صوته هادي بالرغم أنه كان من بيمشي وسط ألاف، لكن مع صوته الواضح كان صوت هادي. كلها إشارة إلى وداعة ربنا يسوع، لأنه قال في الإصحاح اللي فات تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفسكم. من سمات الوداعة لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. التعبير ده يمكن البعض ما يفهموش. القصبة بتاع زي عود قصب، ساعات يتكسر أو يميل كده مع شوية هواء وخلاص يبقى هيقع، يعني هيتسوى بالأرض. فأي طفل صغير لو خبطه بإيده هيوقع، أو حتى لو حد نفخ فيه يمكن يقع.
ربنا يسوع له المجد من ودعته يعدي جنب القصبة المردودة ما يقصفهاش من هدوء حركته. لكن هي ليها مغزى روحي بقى، ان اذا كان فينا واحد قصبة مردودة، لانه قيل لما في مقنط يوحنا المعمدان بالجماعة اللي موجودين في اورشليم، ماذا خرجتم لتنظروا؟ قصبة تحركها الريح؟ يعني شوية المعلمين اللي كانوا موجودين دول ما كانوش كويسين، فسموهم قصبة تحركها الريح، لأنه كلامهم كده بيرضوا بيه الناس وخلاص. إذا وجد فينا إنسان ضعيف جدا لدرجة أنها قصبة مردودة، مردودة يعني خلاص بتتكسر، مخبوطة يعني لا يقصف، أو فتيلة مدخنة، يعني فتيلة الشمعة أو الفتيلة بتاعت أي حاجة بتنور كده، تبقى خلاص بتطفي ما يطفيهاش ربنا. إذا وجد فينا إنسان ضعيف جدا وكل الناس مش بصاله كده إنه يطلع منه حاجة كويسة، ربنا يسوع له المجد لا يقصف ولا يطفئه، وينتظر منه إنه يعتدل ويمشي كويس، أو إنه فتيلة يرجع تاني ينور. إشارة أن ربنا يسوع له المجد يبص لكل واحد فينا مهما كانت ضعفاته على الحاجة الحلوة اللي فيه، ما يستعجلش أبدا النهايات، ما ييأسش أبدا من ضعفنا ومن عجزنا. ساعات إحنا نقيم الناس ونقول فلان ده ما منوش فايدة، ما منوش فايدة دي أنت أصفته، ده قصبة مردودة أنت أصفتها لأنك كملت عليه وقلت ما منوش فايدة، ده مش هيتصلح أبدا، دي مشكلة ملهاش حل. كلام ده مش عند ربنا، لأنه قصبة مردودة لا يقصف. اللي أنت قلت عليه ما منوش فايدة، ربنا يفضل وراه لغاية ما يجيب منه فايدة. واللي أنت قلت عليه ده مطفي خالص، ده فتيلة مدخنة لن يطفئها المسيح، يفضل وراها لغاية ما تنور. تتقال على الناس وتتقال على الظروف والمشاكل، في مشاكل تتعقد وتقول خلاص ضلمت خالص، ويبقى في بصيص أمل، في شعاع نور، ربنا يفضل وراه لغاية ما ترجع الدنيا كلها تنور. فكلمة قصبة مردودة لا يخصف دي كلمة مشجعة، أن ربنا يسوع له المجد ينظر إلى الواحد فينا مهما كان ضعفه ولا يقصف، ما يأسش منه أبدا، يستخدمه في ضعفه، وشعار قوتي في الضعف تكمل، يكمل ضعفه ويعمل منه حاجة ويقويه ويصلحه، حتى لو كل الناس قالت ده قصبة مردودة ملهاش لازم، أو فتيلة مدخنة خلاص ما عادش ليها يطلع منها نور. إذن النبوة اللي اتقالت من أشعياء النبي ما تركبش غير على ربنا يسوع له المجد. من هو هذا الابن المختار مسرة الآب المحبوب جدا الذي يخرج الحق للأمم، الوديع الذي لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، القادر وحده ألا يقصف قصبة مردودة ولا يطفي فتيلة مدخنة، إلا ربنا يسوع له المجد. كثير من النبوات اللي تنطبق على ربنا يسوع له المجد تنطبق علينا بالنعمة. يعني إيه؟ إحنا خدنا الروح القدس في العهد الجديد، ومطلوب مننا نشبه ربنا يسوع له المجد، والروح القدس بيشتغل فينا عشان نقلد المسيح ونعيش زيه ونقتدي به ويبان في حياتنا. فلو واحد قال الكلام ده ينفع ينطبق علينا؟ ينفع. ينفع إمتى؟ لما نبقى شبه المسيح له المجد، يعني لما تبقى إنسان وديع تخرج الحق للأمم، تشجع كل الناس، يبقى لك رجاء في كل شخص مهما كان ضعيف. السماء كلها تقول عليك هو ذا فتاي الذي اختارته نفسي، حبيبي الذي سرت به نفسي. يبقى اللي يتقال على ربنا يسوع له المجد في عمله ممكن يتقال علينا، لأن احنا بنكمل عمله. بس امتى؟ إذا امتلأنا بالروح القدس، عشان كده يقول أضع روحي عليه، طب ما احنا خدنا الروح القدس، فيخرج الحق للأم. كلمة الحق معناها الحقيقة. وقبل المسيح له المجد الناس تايهة في الحقيقة، حتى اليهود مفروض عارفين حقيقة ربنا
إنما زي ما قال كتاب اليهود أو التوراة يعني عندنا لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم أذان يسمعون ولا يفهمون. فالحقيقة ما اكتملتش غير بتجسد المسيح لما قال أنا هو الحق، أنا هو الطريق والحق والحياة. وبعت الكنيسة اسمها بتعبير بولس الرسول عمود الحق وقاعدته. فبقى اللي عاوز يفهم فين الحقيقة نقول له تعالى الكنيسة، تعالى الكنيسة نقول لك من هو الله وإيه حقيقة ربنا وإيه حقيقة الحياة اللي احنا عايشينها دي وإيه حقيقة الحياة الآتية، الحياة الظهر الآتي، وإيه حقيقة الخير والشر اللي في الدنيا، وإيه حقيقة الخلاص والفداء اللي من غيره ما فيش حياة أبدية. الحقيقة فين؟ المسيح هو الحقيقة. فيخرج الحق للأمم لأنه هو الحق، إنما إحنا كمان نخرج الحق للأمم لأننا بنقدم المسيح للناس. لما تقدم المسيح للناس أنت كمان يتقال عليك أضع روحي عليه فيخبر الحق للأمم، يخبر الأمم بالحق. كمان كلمة لا يخاصم، ما ينفعش واحد يخبر الأمم بالحق ويكون بيخاصم. ما ينفعش تحمل مسؤولية إنك تبقى نور للعالم وتقدم المسيح للناس وتفتح باب السماء للناس وتكون لسه بتخاصم وبتزعق وبتشيل من الناس وصوتك عالي زيادة. لا مش هينفع. عشان تقدم الرسالة صح لازم تبقى شبه المسيح في وداعة ربنا يسوع، يقوم الناس اللي انت بتتكلموا عن المسيح يقدروا يتخيلوه. قربت الصورة حتى في ضعفك البشري شافوا فيك حاجة مش موجودة في الدنيا. قصبة مردودة لا يقصف. يا ريت نتعلم الفضيلة دي من ربنا يسوع، ان احنا يبقى عندنا رجاء في كل انسان. ولما الناس كلها تقول ما منوش فايدة او توصف انسان انه لا قيمة له، على طول مخك يقول قصبة مردودة لا يقصف، مين عارف يمكن يطلع منه حاجة احسن مننا كلنا. في ناس كانت قصبة مردودة، يعني مثلا واحد زي البارتيماوس الأعمى، راجل أعمى يعني شحات ومحدش بيبص له باحترام. إنما ازاي ده؟ لأن ربنا يسوع بصص له كده إنه يطلع منه حاجة يشفيه وبارتيماوس يتبع المسيح يمكن يبقى قديس بعد كده. ازاي واحد زي بطرس الرسول ينهار في خطية الإنكار ويلخبط ويلعن ويحلف ويبقى قصبة مردودة خالص كده، ويبقى الشيطان لعب به وغربله زي ما قال المسيح له المجد، الشيطان طلب أن يغربلكم كالحنطة. وبعدين ربنا لا يقصف، مش يقول له خلاص اطلع بره بطرس، انت ما تنفعش تبقى رسول، ده أنا نبهتك وده أنت شفت معجزات، أنت وعدت أنك تقف معايا، ده أبدا. قصبة مردودة لا يقصف. يوم الحد الصبح، يوم القيامة الصبح، ربنا يسوع يقابله ويطيب خاطره ويقبله ويسامحه ويرجع تاني بطرس الرسول. قصبة مردودة لا يقصف. فتيلة مدخن لا يطفئ. بولس الرسول مرة شاف معلمنا مرقس الرسول كاروس ديارنا المصرية على انه انسان يعني شاب صغير وخواف، مش هينفع يشتغل، مش هينفع يخدم، ده فتيلة مدخنة. حتى انه اختلف مع برنابة وقال له لا مرقص ده ما يطلعش معنا الخدم. وبعدين ربنا يسوع له المجد ما ياخدش على كلام بولس المرة دي. ليه؟ لا مرقص ده حتى لو بولس نفسه شافه فتيلة مدخنة يعني حاجة كده مطفية ما مش هتعمل حاجة، يقول لا لا ده هيطلع منه كتير قوي، ويفضل ورا ماري مرقص لغاية ما يبقى كاروز أفريقيا كلها. فتيلة مدخنة لا يطفئ. ما نستعجلش في الحكم على الناس، خلينا نفتكر ان ربنا يعني قادر ان القصبة المردودة يعمل منها جبل، والفتيلة المدخنة يعمل منها نور ضخم كده ينور الدنيا كلها. ده عمله المعجزي، دي قدرته الإلهية. حتى يخرج الحق إلى النصرة، يعني ربنا يسوع له المال هيفضل رسالته واضحة إنه أنا هو الحق، هيفضل من جيل لجيل يخرج الحق. الحق مكتوم في الدنيا لأن رئيس هذا العالم ما يحبش الحق، يحب يخبي الحق
يقلب الحق، يضلل الناس. يحب الضلمة ما يحبش النور، والحق هو النور. لكن ربنا يسوع له المجد يخرج الحق إلى النصرة، يعني هيطلع الحق منتصر في الآخر. لازم الحق يغلب، لازم الحقيقة تبان. فإحنا بنشتغل مع ربنا يسوع في الخدمة دي، في الاتجاه ده، أن نخرج الحق إلى النصرة. ليس مكتوم إلا ويظهر، ما سمعته في الأذان ينادى به على السطوح. تعالوا نخرج الحق، يعني نقدم الحقيقة للناس عشان قال لنا أنتم نور العالم. وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. واضح في النبوة أن اسمه مهم، اسم هذا الفتى الابن، الكلمة المحبوب، مسرة الآب. على اسمه يكون رجاء الأمم. النهاردة احنا لما نعلم أي طفل صغير وأي راجل بسيط، وحياتنا كلها بتدور حوالين اسم ربنا يسوع المسيح. ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص. اسمك القدوس هو الذي نقوله، فلتحيا نفوسنا بروحك ولاقوا علينا موت الخطية. يعني اسم ربنا ده رسمالنا دلوقتي، هو رجعنا. رجعنا ان احنا بتوع يسوع المسيح له المجد، احنا بتوعه، احنا تبعه، احنا اللي بنقول له يا رب يسوع المسيح، يبقى احنا تبعه. ففي رجعنا، انت هو رجعنا كلنا. فده الخبر الحلو اللي اشعياء بيقوله قبل المسيح ب 750 سنة. يقول انا شايف جاي من بعيد يخرج الحق الى الامم، لا يصيح ولا يخاصم ولا يسمع احد في الشوارع صوت، ولكنه يخرج الحق الى النصر. وعلى اسمه يكون رجاء الامم. على اسمه تفكرنا تاني بحكاية صلاة يسوع، او اسم ربنا يسوع وقوته. اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنع. احنا رجعنا في اسم ربنا، رجعنا كله في اسم ربنا، هو مصدر كل الخير اللي عندنا. في اسم ربنا صرنا اولاد الله، في اسم ربنا يسوع نتمتع بعمل الروح القدس، في اسم ربنا يسوع بتقبل توبتنا وربنا يسامحنا على خطايانا، في اسم ربنا يسوع نصير اعضاء في جسده، من خلال اسمه نمتلئ بكل الفضائل، من خلال اسمه ندخل السماء في الاخر. عشان كده أول صلوة، أول طلبة في طلباتنا نقول له إيه؟ ليتقدس اسمك، لأن في اسمك رجعنا. يعني اسمك ده هو اللي حاطين عليه كل همنا، مفيش غيرك هتقدر تعمل فينا وتصلح فينا وتدخلنا السماء. على اسمه يكون رجاء الأمم. تلاحظوا هنا أن الشعب البسيط قبل ربنا يسوع ومشي وراه وفرح بيه، إنما الجماعة الكبار رؤساء الكهنة الحكماء الفهماء رافضين ربنا. وده اللي قاله في الإصحاح اللي فات لما قال أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلمتها للأطفال. مين هم الأطفال؟ الجماعة اللي في القرى دول العمالين يجروا وراء من قرية لقرية، ياخدوا شفاء وياخدوا تعليم ويشوفوا الحق، وكلهم قصبة مردودة لا يقصفها، وكلهم فتيلة مدخنة لا يطفئها، وعملين كده يرتفعوا ويتمجدوا معهم. حينئذ أحضر إليه مجنون أعمى وأخرس. كل أنواع الأمراض تقريبا اتقدمت لربنا يسوع أثناء حياته، كل أنواع الإعاقات والعاهات والمتاعب والأوجاع، لأن ربنا يسوع له المجد شاف الكل وقادر على خلاص الكل. واعتادت الكنيسة أنها تشوف في الأمراض الجسدية المقابل ليها في الأمراض الروحية. ليه؟ ما خلاص احنا فهمنا أن ربنا يسوع يقدر يشفي أي مرض جسدي، فيجوز احنا ما عندناش الجنون والعمى والخرس، إنما عندنا الحاجات دي على مستوى الروح. عندنا أحيانا الواحد فينا يكون زي المجنون، لأنه لما تلاقي واحد بيجري في الدنيا وراء الفلوس، لا مراعي صحته ولا مراعي الناس ولا مراعي المبادئ ولا مراعي ربنا، تقول عليه إيه؟ ما هو زيه زي المجنون، لأنه ماشي في سكة غلط ومندفع وبيأذي نفسه، وهيسيب ده كله ورا منه مش هيعمل بيه حاجة. فده نوع من أنواع الجنون. لما تلاقي واحد مندفع وراء شهواته ومن غير فرامل كده، يعني هيعمل حادثة وشهواته هي إلهه
ومجدهم في خزنهم وإلههم بطونهم. طب ما أنت بتقول عليه مجنون، ده بيأذي نفسه، ده بيعذب في روحه. فالمجانين كتير من النوع الروحي ده، العالم أغلبه كده. فربنا يسوع له المجد جاي يشفي المجانين اللي من النوع ده، فيبقوا عاقلين. العاقل هو إيه؟ هو اللي بص على السماء وعرف الحكاية ماشية إزاي، وانتبه لروحه وما بقاش مشغول قوي بجسده، وعرف يوزن المسائل صح، لأن الدنيا دورت في عينيه، فعرف إن الناس أهم من الفلوس، والروح أهم من الجسد، والسماء أهم من الأرض. كده عقل. طب الأعمى، الأعمى نفس الفكرة برضه. الأعمى الجزداني الحقيقة ممكن يبقى عنده بصيرة، ويبقى عنده استنارة داخلية، ويبقى شخص تقي جدا، ويبقى شايف اللي احنا مش شايفينه. إنما احنا ممكن بعينين الجسد نشوف ناس ونشوف حاجات كتير، لكن عميان عن وجود ربنا، عميان عن عمل الله، عميان حتى عن رؤية خطايانا وضعفاتنا، عميان عن الحياة الأبدية والمجد السماوي. كل واحد يكون مش شايف ده كله، فيبقى زيه زي الأعمى. أغسطينوس له تأمل جميل يقول: ربنا خلق لينا عينين خارجيتين في الجسد نتمتع فيها بالطبيعة ونمجد ربنا، وعينين داخليتين نشوف بيهم ربنا. الإنسان اتلهى في العين الخارجية فاتعمى في العين الداخلية، بقى شغال بعينين اللي بره بس، فالعينين اللي جوه عطلت. لكن ربنا عاوز يفتح عينينا الداخلية عشان نرى ما لا يرى. عشان بقى تشغل عينيك الداخليتين، لازم عينيك اللي من بره يهدوا شوي، يغمضوا شوي. لما تغمض عينك من بره يمكن عينك اللي جوه تفتح. عشان كده في أفسس واحد معلمنا بولس يقول: مستنيرة عيون أذهانكم. عيون الذهن يعني حاجة داخلية كده بتشوف ربنا. إذا نحن أيضا عميان من المعنى ده. الخرس إيه علاقته بينا طيب؟ هو إيه قيمة الكلام؟ كلنا بنتكلم، لكن مليين الدنيا كلام والهوى كلام، وما فيش قيمة للكلام. الكلام اللي له قيمة هو كلام التسبيح والتمجيد والشكر، هو كلام الخير والرحمة، هو كلام الحب والنقاوة، هو التعليم المستقيم. يبقى في قيمة للكلام، كلام كده يقعد للسماء. إنما الدنيا مليانة كلام أقرب إلى لغة الخرس، يعني ملوش قيمة. فيبقى الواحد ممكن لما يقيم كلامه يقول: ده أنا كأني أخرس، أنا ما بقولش كلمة مفيدة، أنا اليوم كله بيعدي ما بطلعش كلمتين على بعض فيهم قيمة. إذا الواحد يجي لربنا يسوع يعتبر نفسه كمان مجنون، هو نفسه أعمى، هو نفسه أخرس. ومين ورد كله بقى؟ عدو الخير. فهنا الشيطان كان مستعبد النفس دي، عشان كده أحضر إليه. ده راجل بقى الشيطان يعني بيزله، فمجنون وأعمى وأخرس، فالناس شدينه شد كده وجرينه لربنا، لأنه من سلطان الشيطان في الآخر، من كتر سلطانه على النفس اللي استسلمت ليه، يتعمي ويتخرس ويبقى مجنون. ونفوس كثيرة كده سلمت نفسها للشيطان وعايشة في الشر، بقت أقرب إلى جنون والعمى والخرس. كلمة واحدة تتقال: فشفاه. يعني أول ما قربوه من ربنا يسوع شفاه، حتى أن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر. هنا لو مجرد خرج منه الروح الشرير ممكن الناس تقول: ما هو مش فارق الشكل، ما فيهوش فرق كتير. لا، هنا في فرق كبير قوي، لأن الأعمى فتح والأخرس نطق، ده غير العقل اللي باين عليه. حتى أن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر، فبهت كل الجموع. الجموع دول بقى اللي هم زي الأطفال، انبهروا طبعا بربنا يسوع، بقوا فرحانين بيه جدا، وقالوا: ألعل هذا هو ابن داود؟ قالوا: هو ده شكله ابن داود. ابن داود يعني المسيح، المسيا المنتظر. يبقى هو مين يعمل ده كله؟ مش محدش من الأنبياء كان بيعمل المعجزات بالسهولة دي ومن غير صلاة وبالقوة دي كلها. ألعل هذا هو ابن داود؟ شوفوا بقى العميان التانيين، يقول: أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا.
لا يخرج الشياطين إلا ببعلزبور رئيس الشياطين. فهم دول بقى العميان فعلا، دول العميان. ليه؟ طب معجزة بالوضوح ده وبالقوة دي وبالبساطة دي، وقدام عينيهم شايفين الفرق واضح، ايه اللي دخل رئيس الشياطين في الموضوع؟ بقى هو اللي هيعمل معجزات، هيعمل خير الشيطان دلوقتي. فمن كرههم في ربنا يسوع هم معميين عن الحق، فعاوزين يفسروها بأي تفسير يحاولوا يقنعوا الناس ما تصدقوش برضه ان هو ده المسيح. ولغاية النهاردة في كل اغلب اليهود عميان لان ما امنوش بالمسيح، فيدعوا اي ادعاءات ويمشوا وراها عشان ما يقولوش المسيح ربنا، لان الشيطان اعمى اذهانهم. يقول كده معلمنا بولس الرسول: اعمى اذهان غير المؤمنين لألا يضيء عليهم نور معرفة مجد الله. فالشيطان بيعمي. فقالوا ايه؟ جابوا تفسير غريب جدا، قالوا اصل ما حدش له سلطان على الشياطين يطلعها الا رئيس الشياطين، يا هو رئيس الشياطين يا بيتعامل مع رئيس الشياطين. ورئيس الشياطين احد القابه بعلزبول او بعلزبوب، وبعل ده كان اشهر اله للاوثان زمان، فاللقب يعني ملك الاوثان. فعلم يسوع افكارهم، هم كسفوا يقولوا الكلام ده قدام ربنا يسوع، انما ربنا فحص القلوب، عاوز يقول لهم انا اللي شايف اللي جوه كمان، فانتم مخبيين يعني مشاعركم وافكاركم. عالم يسوع وافكارهم وقال، طبعا ربنا يسوع له المجد كان ممكن يوبخ بشده ويصعب عليه، بقى انا جاي من السماء عشان اشفي مرضاكم واخرج الشياطين منكم واحرركم واطلع في الاخر رئيس الشياطين. انما ربنا يسوع له المجد وديع، لا يخاصم لا يصيح لا يسمع احد في الشوارع صوته. ففي منتهى الهدوء بدأ يحط الحجج اللي بيها ينقض هذه التهمة. هم اتهموا انه برئيس شياطين بيطلع شياطين. اول حجة ايه؟ كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب او تخرب، وكل مدينة او بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فان كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ الشيطان له مملكة، مملكة الشر بقى لها آلاف السنين. لو كانوا بيقعوا في بعض كده وبيتخانقوا مع بعض والشيطان يطلع الشيطان، خلاص ياكلوا في بعض يخلصوا، كانوا خربوا من بدري. إنما ربنا يسوع كأنه عاوز يوبخهم وعاوز يقول لهم شوفوا الشياطين أحسن منكم في الحتة دي، ما بيقعوش في بعض أبدا، ما بيختلفوش في بعض، لأن مملكة تنقسم على ذاتها تخرب. فأول حجة، لو المسيح له المجد رئيس شياطين يخرج شياطين كده يبقى المملكة وقعت في بعض، ما كانتش مملكة الشر مشيت لغاية دلوقتي. فإن كنت أنا ببعل زبول، دي الحجة التانية، وإن كنت أنا ببعل زبول أخرج الشياطين فأبناؤكم بمن يخرجون. فكين هو ودى السلطان للتلاميذ ان هم يخرجوا شياطين، وبقوا التلاميذ بيخرجوا شياطين كثير. فربنا يسوع برضه من اتضاعه قال ايه؟ طيب انا افتراضا ببعلزبول اخرج الشياطين، اولادكم او التلاميذ دول اولادكم، انا غريب عنكم. طب ابنائكم، الجماعه الصيادين اللي منكم اللي متربيين معاكم، الجماعة اللي لا يفهموا في الشياطين ولا يعرفوا سحر ولا شعوذة ولا الحاجات، ما هم كده متهمين بالسحر والشعوذة والشغل مع الشيطان. قال لهم وهم دول بقى كمان بيخرجوا الشيطان ازاي؟ هم كمان يفهموا في الحاجات دي، هم كمان بيستعاملوا مع الشياطين. طب دول اولادكم، دول انتوا عارفين كويس امكانياتهم انه مش بتوع حاجات من دي خالص. دي الحجة التانية. يبقى الحجة الأولانية مملكة تنقسم على ذاتها تخرب. الحجة الثانية، التلاميذ بيطلعوا الشياطين ازاي؟ اللي خدوا سلطان من المسيح طب بيطلعوا ازاي؟ بيطلعوا الشيطان برضو بقوة الشيطان. لذلك هم يكونون قضاتكم. يعني ربنا يسوع كأنه بيقول أنا مش هحاسبكم، بس التلاميذ دول هيحاسبوكم. التلاميذ دول هم اللي هيدينوكم في اليوم الأخير.
في اليوم الأخير التلاميذ يبقوا منورين كده زي الكواكب، لأنهم صدقوا ربنا وعاشوا معاه، وقصدهم اليهود اللي في جيلهم اللي رفضوا المسيح وأهانوه وشتموه وجدفوا عليه. وتبقى بقى مين اللي هيقاضي مين بقى، مين اللي هيحاكم؟ هم الحكام ساعتها، لأن هم يكونون قضاتكم، يعني هيكونوا دينون ليهم، لأن المسيح ظهر دول سروا ودول رفضوا. ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. الحجة الثالثة، اربطوا خروج الشياطين بالمظاهر المطلوبة، بالمظاهر المصاحبة. هل أقبل ملكوت الله؟ شايفين راجل مجنون أعمى أخرس يتحول إلى عاقل مبصر ويتكلم، يبقى أقبل ملكوت الله. شايفين واحد إيده يابسة سنين بيتحرك ويعمل خير، شايفين العرج يمشون والصم يسمعون والخرس يتكلمون والشياطين يخرجون والموتى يقومون، يبقى أقبل عليكم ملكوت الله. إذن بقوة الله يقبل ملكوت الله. إذن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين، ده إعلان المسيح بك، لأن القوة هنا هي قوة روح الله. طب ليه ما قالش بقوتي أنا كإله؟ هو ربنا يسوع عاوز ينسب القوة للروح القدس، ما هي هو والروح واحد، عشان بعد كده يقول التلاميذ دول بالروح القدس اللي فيهم هم بيخرجوا الشياطين، فنديتهم من روحي عشان يخرجوا الشياطين زي، نديتهم من السلطان اللي عندي. وتتميما للآية اللي لسه قرينها في معلمنا متى، أضع روحي عليه فيخرج الحق للأمم. يعني الحقيقة واضحة زي الشمس. ليه؟ لأن الروح القدس هو وراء المعجزة وراء كل حاجة حلوة. فدي الحجة الثالثة، قد أقبل عليكم ملكوت الله. بصوا حواليكم كده، كل حاجة غلط بتتصلح بيه. الشيطان بيجي يصلح ولا بيجي يخرب؟ إزاي يعني هتقولوا إن الشيطان هو الشيطان؟ من إمتى كان بيعمل خير؟ وبعدين يديهم مثل عشان يشرح الفكر، يبقى اداهم ثلاث حجج لإثبات إنه مش هو رئيس الشياطين ولا بيتعامل مع رئيس الشياطين. الحجة الأولى إن مملكة الشيطان مش بتقع في بعض. الحجة الثانية، التلاميذ بيخرجوا الشياطين ودول ولادهم. الحجة الثالثة، قد أقبل عليهم ملكوت الله وبعين في كل أعمال ربنا يسوع. إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا؟ هنا مثل يشرح اللي بيحصل جوه النفس. النفس البشرية لما تسلم للشيطان يوم واثنين وألف، ومن خطية لخطية تدخل إلى أعماق الشيطان والشيطان يدخل إلى أعماقها، وهنا بقى ممكن الشيطان يتسلط على النفس. لكن الحكاية بتيجي هي خطوات ودرجات. وبعدين الشيطان قوي بالنسبة للإنسان الضعيف بدون ربنا، يبقى الإنسان الشيطان أقوى. فالشيطان يدخل النفس ويقعد فيها كده ويتربع داخلها ويبقى له ملكه داخل النفس. واحد يدخل بيت قوي عاوز ياخد اللي فيه، يعمل ايه؟ يربط القوي الأول وبعدين يطلع اللي فيه زي ما هو عاوز. فالإشارة واضحة انه من الذي يربط القوي إلا ربنا يسوع له المجد، إلا روح الله. إن كان الشيطان قوي قد أقبل عليكم ملكوت الله، وجاء المسيح القوي بالحقيقة عشان يربط اللي انتوا خايفين منه، اللي انتوا شايفينه أقوى منكم. لكن القوي هنا تعود على الشيطان بالنسبة للبشر، لكن المسيح له المجد هو اللي بيربط القوي، يبقى هو الأقوى منه. فيقول كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته؟ ده مثل يعني، إن لم يربط القوي أولا. يبقى ربنا يسوع له المجد بيعمل إيه بالسلطان ده؟ بيربط الشيطان، وده السلطان الربط اللي عند الأباء الكهنة وعند أبائنا الرسل، إنه بيربط قوى الشر ويفك رباطات الشر ويربط الشيطان نفسه عشان ما يقدرش يتقوى على الشخص تاني. يربط القوي أولا وياخد أمتعته. أمتعته يعني إيه؟
لما الشيطان يسيطر على النفس، ما هي أمتعة النفس؟ الأفكار، المشاعر، الإرادة، الرغبات، كل دي أمتعة النفس، ممتلكات النفس. تبقى الأفكار كلها في خدمة الشيطان، والمشاعر كلها، والرغبات كلها، والإرادة كلها، ويبقى الإنسان كده عبد للشيطان. لما يطربت الشيطان، الأفكار تتحرر، والمشاعر تتحرر، والرغبات والإرادة، ويتحرر الإنسان وينطلق في طريق روحي، في طريق السم. ففكرة أنه يربط القوي أولا، ده الذي يحصل بيد المسيح له المجد من ساعة الصليب في كل سر اعتراف دلوقتي. التوبة هي اللي بتعمل كده، بتربط الشيطان ربط وتحرر الإنسان، فيستعيد المسيح أمتعة الإنسان. يعني ربنا يرجع يتملك على النفس، لأن الطبيعي أن ربنا يملك النفس، مش الشيطان اللي يملك النفس. النفس دي ملك ربنا من الأول، وعشان كده يقول ها ملكوت الله داخلكم. ده الطبيعي، إنما واحد زي اللي كان مجنون وأعمى وأخرس مفهوش ملكوت الله، دي مملكة الشر جواه. زي اللي كان اسمه لجؤون، قال له أصل جوه في كتير، إننا لجؤون لأننا كثيرون. كل دول لما خرجوا رجع عائل ولابس وحلو. كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا؟ وحينئذ ينهب بيته. من ليس معي فهو علي. ليه قال كده ربنا يسوع؟ قال لهم شوفوا، لو فضلتوا تقولوا كده يبقى أنتوا حطيتوا نفسكم ضدي. أنا جاي أخلص العالم، والتلاميذ دول ماشيين معايا، وبيجمعوا الملكوت معايا، وبيحرروا الناس معايا. اللي هيقف يعادي، اللي هيقف موقفكم يا جماعة فريسيين، ترفضوا حتى نعمة ربنا ونعمة الحرية ونعمة العهد الجديد وملكوت الله، يبقى أنتم وقفتوا أعداء ليا، تبقى أنتوا عليا، يبقى أنتوا حطيتوا نفسكم ضدي. هنا بقى عاوز أقول لهم حسبوا، لأن كده أنتوا بتحددوا مصيركم الأبدي، أنتوا كده هتقعوا في دينونة أبدية. من ليس معي فهو علي. خليكم معايا عشان ما تبقوش علي، خليكم معايا لأن أنا جاي ليكم وجاي عشانكم، وكل ده من أجلكم، من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد. من ليس معي فهو علي. وهنا يبان حاجة مهمة أو قاعدة مهمة في الآية دي، ما فيش حاجة في النص، يا تبقى مع ربنا قلبا وقالبا يا هتبقى ضد ربنا. في ناس كتير عاوزة تفضل ايه في النص كده، الحقيقة ما بيفضلوش في النص، غالبا اللي عاوزين يمشوا في النص دول بيبقوا عليه بعد كده. مفيش حاجة في النص، من ليس معي فهو علي. يا تبقى مع ربنا من قلبك وخدها جد، يا تبقى انت ضد ربنا. فدي حاجة تخوف، رسالة مهمة، لأن كتير مننا بيحاول يقرب من ربنا بس ما قربش قوي، ويبقى إيه حتة في الدنيا وحتة كده مع ربنا، وساعة لقلبك وساعة لربك، ويجامل الناس شوية ويجامل ربنا شوية، ويفوت شوية ويحاول يلتزم شوية. طب وبعدين؟ وبعدين من ليس معي فهو علي. من لا يجمع معي، ده مش كفاية تبقى مع ربنا بقلبك، انت لازم تشتغل مع ربنا كمان. ما هو اللي مع ربنا هيجمع مع ربنا، يعني هيدور يجيب ولاد ربنا لحضن ربنا، ولو ما عملش كده يبقى بيبعد الناس عن ربنا. يعني المسيحي السلبي اللي ملوش دور هو يفرق من غير ما يحس، لان وجوده في العالم بدل ما يبقى نور للعالم، هو عشان مظلم اصبح يفرق، لأنه شايل اسم المسيح ومش بيعمل بيه حاجة ومش بيقدم صورة حلوة. اللي يتعاملوا معاه ما بيتشدوش للمسيح، بيبعدوا أكتر. من لا يجمع معي فهو يفرق. كده كأن ربنا يسوع له المجد حط العالم فئتين بس ملهمش ثالث، من معه ومن عليه، من يجمع معه ومن يفرق ضده. وواضح أنه هو بقى رئيس الفرقة دي وعدو الخير رئيس الفرقة دي،
فالصراع بين الشيطان والمسيح واضح، وهو ده الصراع اللي موجود بين البشر. اللي مش مع ربنا يسوع من قلبه يبقى ضده مهما تجمل. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لحسن الكلام ده يعني يتعب الناس من ناحية انه كده يبقى احنا ضعنا وملناش رجاء. احنا اتهمنا المسيح انه ببعل زبول يخرج الشياطين، طب دي غلطتنا كبيرة قوي، مفيش فايدة فينا. ربنا يسوع من حنيته واتضاعه لانه يجمع قال لهم بس اقول لكم حاجة اطمنكم، أقول لكم كل خطية وتجديف يغفر للناس. أصل اللي عملوه دلوقتي اسمه إيه؟ اسمه تجديف، لأن هم شتموا ربنا يسوع له المجد، كدفوا على الله اللي على اسمه رجاء الأمم، قالوا عليه ببعل زبول يخرج الشياطين، فده تجديف. فعلى طول ربنا يسوع من اتضاع عاوز يطمنهم، قال لهم بس عاوز أقول لكم حاجة، في سكة للغفران، في سكة للانتقال من الفريق ده للفريق ده، سكة التوبة، سكة الإيمان والاعتراف بالإيمان. فأقول لكم كل خطية وتجديف يغفر للناس. هنا يغفر للناس مش معناها ستغفر، لا، يغفر معناها في إمكانية غفران لأي خطية، بس في حالة واحدة. هم قالوا إيه؟ مش بروح الله، قالوا بروح الشيطان، قال لهم إلا الغلط في الروح القدس. فقال لهم أما التجديف على الروح فلن يغفر للناس. طبعا الآية دي حيرت الناس، يا رب أنت بتقول التجديف عليك وعلى الآب السماوي يغفر، طب اشمعنى التجديف على الروح القدس لا يغفر؟ لأن الروح القدس هو اللي بيفضل وراء المجدف عشان يتوب، هو اللي بينخص قلب كل من يجدف عشان يرجع ويعترف أن يسوع المسيح هو رب بالحقيقة، لأنه لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. فلو فضل الإنسان يرفض روح الله يبقى عمره ما هيتوب عن التجديف اللي عمله، كده يبقى قفل على نفسه خالص. عشان كده التجديف على الروح القدس مش مجرد واحد أهان الروح القدس في عقله بكلمة ولا بشتيمة، لا، هو معناه رفض عمل الروح القدس لنهاية العمر، الإصرار على عدم التوبة حتى النهاية. فالروح القدس يفضل يحاول مع الإنسان لآخر لحظة، يقول له ربنا ممكن يسامحك على كل اللي فات، بس خليك معاه، يعترف بالمسيح كإله وارجع لحضن ربنا. لما يفضل يقول له الصوت ده مش، ويشتم الصوت ده، صوت الروح القدس، يقاوم الروح للآخر، يبقى أهان الروح القدس للنهاية. لن يغفر له ليه؟ زي ما قالها مار إسحاق، ليست خطية بلا غفران إلا التي بلا توبة، عشان ما تبش. فربنا فتح الباب، باب الرحمة، وقال لهم كل خطية وتجديف بتعملوها دلوقتي ممكن تغفر، بس ما ترفضوش الروح القدس اللي بيحرك قلبكوا عشان تصدقوا إني أنا المسيح. ما تقاوموش الروح القدس اللي بينخزكوا على الخطية، وافتحوا عينيكوا وشوفوا الحقيقة واضحة، الراجل الأعمى الأخرس المجنون أهو واقف قصادكم. بلاش عند، افتحوا قلبكم، بلاش تقاوموا الروح القدس للآخر، لأن لو جدفتوا على الروح القدس لآخر العمر ضاعت فرصة التوبة، وضاع معها الغفران، وضاعت معها الأبدية. من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، لأنهم شتموا ابن الإنسان، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا الدهر، لا في هذا العالم، ولا في الآتي. لأن واحد يقول طب معلش يمكن في الحياة الأبدية يتوبوا، ما فيش حاجة اسمها كده، اللي ما تابش هنا خلاص راحت فرصة التوبة. فالروح القدس هيفضل يحاول مع كل نفس عشان يهديها، يهديها يعني إيه؟ يعني ينور ليها الحقيقة وعشان يشجعها على التوبة. اللي هيفضل يرفض الروح القدس للنهاية لن يغفر له، كل الخطايا هتقف قصاده، لأنه ما مسحتش الخطايا دي كلها بدم المسيح، لأنه ما صدقش، لأنه ما مشيش وراه، لأنه ما رجعلوش.
من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الآخر. ما زال ربنا يسوع كل اللي شغله توبة الفريسيين، يعني من محبة ربنا ورحمته مش صعبان عليه منهم، ومن الكلام الشديد اللي قالوه ده والإهانات خايف عليهم، لأن يمكن عندهم فرصة وهتروح بعد كده، العمر هيخلص. فقال لهم إيه؟ اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدة. يعني أنت عندك فرصة تعدل حياتك. المرة دي بيقولها اجعلوا، هنا حطها قدام كل الإنسان كأنه مسؤول عن نفسه. قال له أنت تقدر تخلي شجرتك جيدة وثمرها جيد. أنت تقدر. لو حاربت كبريائك وبطلت العند اللي جواك اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدة. في ناس تعتقد أن التغيير مستحيل، ويقولوا بقى الشعارات بتاعة الطبع يغلب التطبع ومحدش بيتغير، كل ده كلام مش مسيحي. المجنون الأعمى الأخرس يصير عاقلا مبصرا متكلما، تغيير واضح جدا وصريح جدا. ربنا يسوع جدا عشان يغيرنا، عشان يجعل الشجرة جيدة، بس الهم والباقي علينا. انت عاوز تبقى انسان صالح ولا لا؟ اجعله الشجرة جيدة، حط ايدك في ايد ربنا وشوف اللي هيحصل. صدق ان ربنا قادر يغيرك، وصدق انك لو جيت لربنا هيشيل منك اللي جواك ويصلحك. اذا اجعله الشجرة جيدة هي دعوة للتوبة برضه. يبقى قال لهم بلاش تفضلوا ورا عندكم وتشتموني، انا لو شتمتوني ممكن اسامح، بس اقبلوا صوت الروح القدس اللي بيبكتكم وينخسكم ويقول لكم صدقوا، هو ده المسيح المنتظر. اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا. ليه بيقول وثمرها كمان؟ لان ربنا يسوع ما يحبش المنظر بس، ربنا يسوع يحب المنظر حلو والثمر حلو، لان شجرة بدون ثمر تبقى تمثيلية حلو، تبقى تدين ظاهري. فخلي حياتك حلوة نقية جيدة وثمرها جيدة، زي ما قال عنها بولس بقى ثمر الروح محبة فرح سلام طول أنا لطف وداعة إيمان تعفف، ده الثمر الجيد. يبقى الأصل طيب والثمر طيب، يبقى القلب نظيف والكلام نظيف، يبقى الداخل نقي والخارج كمان حلو. اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدة، أو اجعلوا الشجرة ردية وثمرها ردية، زي فكرة من لا يجمع معي فهو يفرق، يعني يا كده يا كده مفيش تالت. برضو في ناس عاوزة تبقى شجرة نص نص، مفيش نص نص، بعد شوية هتبقى يا كده يا كده. وطبعا غالبا لو ما سبت نفسك هتبقى شجرة ردية. فاجعلوا الشجرة جيدة أو اجعلوا الشجرة ردية، يعني سيبوا بقى نفسكم للرديء واستمروا في العند، انت حرين. هل دي تؤخذ كوصية يعني ربنا بيقول خليكوا وحشين؟ لا، هو عاوز يقول لنا حسبه من العند، انك ترى على عندك وكبريائك ورفضك للتوبة كأنك مصر ان الشجرة بتاعتك تبقى ردية وثمرها ردي. ما تلاقي لسه الكبرياء فيك والغضب فيك والإدانة فيك، ده ثمر رديء، في حاجات غلط لازم تتشال. تعال قول له يا رب أنا أعمى وأخرس ومجنون، صلحني. أنت تخرج الحق للأمم، علي اسمك يكون رجائي. لما تيجي ربنا كده وتحاول بالتوبة وبالإيمان وبالأسرار هتلاقي نفسك بقيت شجرة جيدة وثمرها جيدا. اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا، أو اجعلوا الشجرة ردية وثمرها ردية، لأن من الثمر تعرف الشجر. يعني إيه؟ في ناس تقول إيه؟ هو فلان قلب أبيض بس، وبس دي تطلع بقى ما فيش ولا حاجة كويسة. لا، الحياة دي مجاملة، هو الثمرة، الشجرة بتتعرف من الثمرة. الثمرة هي ما يظهر على الإنسان، وشه وكلامه وسلوكه وعلاقاته، هو ده الثمر. نتيجة القلب النقي لازم تبقى الحياة كلها حلوة، نتيجة الداخل الحلو لازم يبقى الكلام حلو. فاجعلوا الشجرة جيدة من جوه الأول،
وثمرها جيدا. وهنا يقول لأن من الثمر تعرف الشجرة. صدقوني احنا ساعات نجامل نفسنا زيادة، الحكاية واضحة. تفتكر ربنا يعني مش هيعرف يميز مين حلو ومين مش وحش إذا كنا احنا بنعرف نميز؟ بيبان. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. هل التمييز في اليوم الأخير صعب؟ لا مش صعب، لأن كل مدى الواحد يزداد إما قداسة إما شر، فهتبقى الحكاية واضحة أوي. لأن من الثمر تعرف الشجرة. وهنا قال بقى الكلمة القوية بتاعت ربنا يسوع، يا أولاد الأفاعي، كلام للفريسيين، قال لهم يا أولاد الشيطان. الأفاعي هنا مقصود بها الشياطين. أنتم بتقولوا علي أنا ببعل زبول أخرج الشياطين، أنتم أولاد الشياطين. أنتم الشيطان هو اللي بيحرككم، أنتم الشيطان هو اللي بيخليكم تقولوا كده، أنتم الشيطان هو اللي مالي قلبكم بالغل والكره والفساد، عشان كده بتقاوموا النور. هنا يا أولاد الأفاعي مش شتيمة، حاشا، إنما وصف لحالة هؤلاء الفريسيين اللي استسلموا للشيطان، فبقوا حتى المسيح القدوس بينعتوا برئيس الشياطين. إلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.